الإعلامي طيب. لأن جانا عدد 22 سفير من دول عربية زاروا المكان هنا. حلو قوي. فدي فكرة إن إحنا بنعلم الأولاد قبول الآخر والتعايش والسلام والقيم والمبادئ الإنسانية. ما يهربوش يا حاجة. ده يا فندم لو تحب تصور دي فكرة ان لون ابيض وحمام الحمام ده هزاز ودي فكرة برضو للتنمية المستدامة انا بدأت مثلا بجوزين حمام جوزين حمام بس نيجي هنا المحطة دي